احنا مهمتي. لا 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 لحظة. محمد الأحمد في مواجهة غسان مسعود. راح تكون حلقات مشوقة جدا جدا جدا. اختصر عاصم ان شاء الله اختصر. بوليسي غير تقليدي، انا كان عندي يعني مشاركات سابقة في خطوط مترابطة، ولكن هذا العمل جديد بمعنى الكلمة. وهالشيء اللي لاحظوا المشاهدين مع بداية عرض أولى حلقاته، فعبروا عن إعجابهم بالقصة، ومنهم كتب برافو كقصة وفكرة، لأن ملينا من المسلسلات التقليدية صراحة. طلق مماسي بالرأس من ناحية الجبهية في وحدة دخول اليمين والخروج اليسار، طلق نافذ. المقابلة ما فينا نقولها، ولكن هي كشف الأوراق المخفية والسابقة كلها، يعني المشاهد حتى رح يرجع يعيد ترتيب أفكاره من جديد. هذا النوع من الأعمال عن جد هو ما نعمل بهي الطريقة. رح تكون حلقات مشوقة جدا جدا جدا، تعيش المشاهد على أعصابه. ودور المحقق ورد اللي عم بيأدي محمد كمان مقعد المشاهدين على أعصابهم ومخليهم مستمتعين بهالشخصية. الغموض هو العامل الأهم بالنسبة إلي، هو جذب المشاهد. الكل رح يتعاطف مع شخصية ورد حتى لو كان بلحظات صارمة، ولكن كتير رح يتعاطف معه، رح الناس كتير تتشوق شو رح يعمل. المشاهد هو ضمن اللعبة، هذا أهم فكرة يعني. آمني شكرا. والمهم أيضا بالنسبة لهم مشاهده مع غسان مسعود اللي بيلعب دور السيد آدم، واللي يبدو رح يكون في مواجهات كثيرة بيناتهم. دكتور آدم، أنا راح أعتمد التقرير إذا أنت بتقول إنه المعلومات اللي فيه أكيد. السيد آدم هو أستاذ جامعي، دكتور ربما كان الأبرز في الطب الشرعي، يتعرض بفعل ضغوط بعض الناس النافذين لأن يغير تقرير ما، ويهدد بابنته الوحيدة وهي مريضة بمتلازمة الداون. يحدث أن تخطف ابنته، ويحدث أيضا أن تموت بسبب هذا الخطف. أنا بيهمني سلامة بنتي. رح نستضيفها عنا كم يوم لحتى نتأكد انك ما رح تغير اقوالك. وهذه رح تكون نقطة التحول بالمسلسل، واللي رح تخلي سيد آدم يلجأ للانتقام بالحلقات المقبلة. الشعور الأب أمام هكذا حادثة، شو ممكن يعمل؟ هل يبقى للعلم مكان؟ هل يبقى لامتثاله للقانون مكان؟ وهو يعرف أنه لن يستطيع أن يدين من قام بهذه الفعلة، فيلجأ بطريقته الخاصة مستفيدا من مهنته كطبيب شرعي، يعرف كيف يلعب بالأدلة. التقرير مطبوع هو المكتبي ومختوم بخدمي، يعني التقرير تبدل هون بالبيت. خالي انت مربيني يلاحق قتلت ابنته على مدار 30 حلقة، لنرى ماذا ستكون النتيجة. وبهالثلاثين حلقة رح نكتشف كتير شخصيات واقعية، منها الجيد ومنها السيء، مثل عليا اللي بتقوم فيها كارمن لوبوس. كل شخص بهيدا العمل مشكوك فيه، إذا بدك يعني هي لذة العمل. أنا عندي شركة سيدة أعمال، عندي هاي الباور يعني اللي لازم تكون موجودة، مش إجرام أكتر ما كتير حد كتير القصص بدي إياها مزبوطة. يعني مديرة العلاقات والتسويق الخارجي عنا هي مجرد واحدة، أنا قلت لها أختها. والمسلسل كمان بشكل نقطة مهمة لمنى فضالي اللي بتمثل لأول مرة بعمل درامي سوري، رغم أنه عندها جذور سورية مثل ما خبرتنا. أنا تيتا أصلا شامية، جدة يعني من دار سلحية، من هنا من دمشق كمان. يمكن أنا ما زرتش سوريا كتير، يمكن دي تاني مرة، بس يمكن أول مرة أشتغل في سوريا. مبسوطة جدا بصراحة، يعني هي فرصة لطيفة أصلا أنا أشتغل مع ناس جميلة وكاست محترم. بس هذا ما كان السبب الوحيد، كانت طبيعة الدور شدتها. شخصية نور شخصية قوية قوي، فيها شوية مني كمان يعني، رد فعلها سريع، حكيمة جدا، بتحاول على قد ما تقدر انها تاخد حقها بس بذكاء، يعني هي فيها مني شوي. ومنى كانت حابة انها تعمل هالدور باللهجة السورية، ولكن مواصفات الشخصية منعتها. الدور بتاعي كان مكتوب باللهجة السورية، فقلت انا ما عنديش مشكلة احكي بالسوري، لانه انا مشتاق ان انا احكي سوري، لانه انا مش كتير بحكي سوري، لا من وقت للتاني مع رفقاتي مثلا، او يعني من وقت للتاني اهلي. لكن على المستوى الشخصي قال لي لا ما ينفعش، لانه هي مفروض مصرية، بس هي اختها بتبقى من الناحيه الثانيه، فبتيجي بدور عليها بتختفي، فبتيجي تدور عليها بسوريا. اكلمه كل ادب كل ذوق، اذا هو حب يجاوب انا وسهل. انت قعدت عليه. وهون رح يبدا التحول بحياه نور وايضا بشكلها. هي ميك اب ارتست اصلا، بتحب الكالرز كتير، بتتعرض لازمه، فبتضطر انها بتبقى شحبه، بتبقى بمود تاني خالص، تحس انها كبرت شوي. وفي مرحله تانيه بتبتدي تكون شيز ليدي، يعني انها بتلبس، بتحب، تحس انها انثى، يعني بنحاول انها تبقى
زي ما مستر فادي عايزها.